بعد أن احتلت بلادهم وخربتها، خصوصا في الجزائر العربية التي قدمت دفاعا عن حريتها مليون شهيد. عاشت الجزائر ورحم الله فقيد التطرف الفتى نائل المرزوقي. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. المكان بلدة نائير غرب العاصمة الفرنسية باريس، والتوقيت لم تكد دقات الساعة تعلن تمام 9 صباحا موعدا لجريمة قتل الفتى العربي الجزائري المهاجر نائل المرزوقي الذي يبلغ من العمر 17 عاما بيد لوثها حقد التطرف لاقى على أثرها نائل مصرعه دون سند قانوني. اصطدمت السيارة المرسيدس الصفراء المستأجرة التي كان يقودها الفتى نائل بحاجز إسمنتي عند نقطة تفتيش مرورية قريبة من الشرطي القاتل، الذي أدخل رأسه من نافذة السيارة وضرب نائل بالجزء الصلب من القفازات التي يلبسها، وضربه زميله الآخر ثم أطلق عليه النار دون مبرر لاستعمال السلاح بحسب تحقيقات المدعي العام الفرنسي. تلقى نائل الرصاصة بيده اليسرى من مسافة صفر تسللت إلى قلبه ولاقى حتفه على أثرها. هذه الجريمة ليست الأولى من حيث الأسباب والمستهدفين، حيث تسببت بأزمة تعم جميع أرجاء فرنسا من أعمال العنف والاحتجاجات وإثارة الشغب وإحراق المتاجر والممتلكات العامة والمركبات ومواجهة رجال الشرطة بالألعاب النارية. نائل المرزوقي ليس أول الضحايا من المهاجرين الذين تورطت الشرطة الفرنسية بارتكاب الجرائم ضدهم وأفضت لمقتلهم دون سند قانوني، وكانت ردات الفعل عليها موجات من العنف والاحتجاجات تطورت لأعمال عنف. تشهد فرنسا الديمقراطية عمليات إقصاء وتهميش للمهاجرين واللاجئين، خاصة مع تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا عامة وفرنسا خاصة، الذي يتخذ موقفا عدائيا من الجيل الثالث والرابع من المهاجرين الذين لم يتم دمجهم في المجتمع الفرنسي، مما جعل أبناء هذا الجيل يفتقدون للانتماء والمواطنة كونهم يعاملون كدرجة ثانية وثالثة مهمشة. جريمة مقتل الفتى نائل لم تكن إلا القشة التي قسمت ظهر البعير وفجرت برميل الاحتقان لدى المهاجرين، وهي خطيرة وصفها المحللون السياسيون بأن الدولة تحكم الشارع الفرنسي بالنهار ويحتلها المحتجين بالليل، وأن الدولة الفرنسية إن لم تقم بمعالجة حقيقية لسياسة الإقصاء والتهميش في تعاملها مع الجاليات والمهاجرين ودمجهم الحقيقي في المجتمع الفرنسي تحت سقف قانون يطبق بعدالة على الجميع وتفعيل حقوق الإنسان، خاصة بعد تسجيل اختراقات كبيرة بهذا المجال، فإن المجتمع الفرنسي يواجه خطر الانهيار. الخارجية الجزائرية عبرت عن صدمتها واستياء الجزائر لحادثة مقتل الفتى نائل بشكل وصفته بالوحشي والمأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بالوفاة، وقالت في بيان لها أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب جاليتها الوطنية بأوقات الشدائد والمحن. خروج آلاف المحتجين للاحتجاج في جميع أنحاء فرنسا دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطع زيارته للعاصمة بروكسل التي كان يشارك خلالها قمة أوروبية، وعقد اجتماع أزمة لعدة مرات مع كبار وزراء الحكومة ندد خلالها بأعمال العنف التي اندلعت في عموم البلاد، قائلا أنها غير مبررة وأن قتل الفتى بالرصاص لا يغتفر. ممثل الادعاء الفرنسي أحال الشرطي قاتل الفتى للتحقيق بتهمة القتل، أما وزير الداخلية الفرنسي الذي انحاز لتطرفه
داوم على إعلان عدد المئات الذين يتم اعتقالهم يومياً من المحتجين، فيما توعدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالتعاون بصرامة مع العنف، وأنها ستواجه العنف باليقظة والصرامة وتغليظ العقوبات، وأكدت أنها ستقف إلى جانب المسؤولين الحكوميين، وقالت جاهزون لمواجهة العنف وستتم تعبئة الحكومة حتى يعود الهدوء لكل أنحاء البلاد، وأضافت أنها سخرت كل الإمكانيات لمواجهة العنف وتخصيص 45 ألف شرطي وطائرات هليوكوبتر وطائرات مسيرة ومركبات مصفحة لذلك. التطرف في مواجهة غضب المحتجين أدى لارتفاع وتيرة العنف واستفز المحتجين وأدى لرفع سقف احتجاجاتهم سواء من قبل الحكومة أو أنصار التطرف، حيث أثارت حملة نفذها أنصار التطرف لجمع تبرعات لصالح الشرطي الذي قتل الفتى الجزائري، إضافة لتصريحات وتغريدات أطلقها سياسيون ونشطاء فرنسيين غضباً عارماً في الشارع الفرنسي ووسائل التواصل الاجتماعي. فرنسا اليمين المتطرف تعرت الديمقراطية والتحضر الزائف الذي تدعيه فرنسا وسائر أوروبا، وكشفت الأحداث أن حقوق الإنسان ما هي إلا شماعة تعلق عليها دول العالم الثالث ومصيدة لهم، تنادي بها أوروبا ولا تطبقها، وتستخدمها لمحاكمة ومهاجمة غيرها من الدول، وأن الديمقراطية تتحول إلى تطرف وعنف مبالغ به على أرض من يدعي الديمقراطية. فرنسا اليوم تحصد سيطرة اليمين المتطرف الذي يحكمها، ويسودها القلق ورسائل السخط وانتشار عشرات آلاف من رجال الشرطة المعبئين بالغل على المحتجين، وتواجههم بالدم وزج المئات يوميا بالمعتقلات، وحكومتها تتمسك بالتطرف وسياسة الإقصاء والتهميش ضد أبناء المهاجرين الذين استقدمت آبائهم وأجدادهم لإعادة بنائها من خراب الحروب بعد أن احتلت بلادهم وخربتها، خصوصا في الجزائر العربية التي قدمت دفاعا عن حريتها مليون شهيد. عاشت الجزائر، ورحم الله فقيد التطرف الفتى نائل المرزوقي. كنت معكم محمد أبو عمر، منصة بالعربي.